الشيء الإنسان ما في يتحكم فيه. ليش تحكموا في العلاقة مع واحد تاني؟ يغيب إلى حد بعيد مفهوم الدراسة والإحصاءات في لبنان كحاجة أساسية يجب الاعتماد عليها قبل القيام في أي إنتاج تلفزيوني وليس بعد انتهائه كملحق بالعمل من أجل النسبة المشاهدة فحسب. وقد يكون العمل المشترك بين GFK ميديا للأبحاث ومجموعة صباح إخوان الإعلامية نموذجاً يحتذى به، وهذا ما أثبتته النتائج عملياً. الدراسة اللي طلبناها وقتها كان بهمنا نعرف مزاج السوق، مزاج الجمهور العريض، واكتشفنا أنه مزاج الجمهور العريض هو أكثر رايح نحو أعمال شعبية، أعمال ما فيها فلسفة. ولفت دخول الدراما اللبنانية كمنافسة وهو ما تصب إليه مجموعة صباح للإنتاج. في شيء يعني هيك بيلفتني دائما بالانتاج اللبناني بنحسه اوقات التجي، بمعنى انه سئيل شوي النص. اي دراما اي عمل فني عموده هو النص. لما بتكون عندك نص محترف ومشغول عليه وبيتراجع مره واثنين وثلاثه وبينعمل عليه اختبارات، هذا كله له علاقه بالوقت. اليوم شو اهم شيء بالتلفزيون؟ ما تخلي الجمهور يقلب على المحطه. طب انت ما تخليه يقلب على المحطه، بدك تكوني شوي مثل ما بيحكوا بالشارع العالم، مثل ما بتفهم مع بعض. ما في حدا بيقول لبعض حدا بعد اليوم مثلا هل تحبني. المسلم لا يكذب ابدا يا جد، الى هذا الحد يا جدي تبلغ اهميه الصدق. نتائج مختلفه عن السائد ادت الى اختفاء نجوم وصعود نجوم، واسهمت كذلك في تحديد نوعيه مختلفه من البرامج. نشوف الفوازير، تلاحظوا الفوازير، احنا من سنين قلنا لمتري وشام كل اللي كانوا يشتركوا معنا بهالدراسة الفيوتشر يعني ليك انه شو بدكم بالفوازير؟ كرتون هون اللي كنا بتحدث عنها الاستاذ صادي انه تبين معنا انه حتى الكبار السن يعني العمارة من فوق ال 19 عم يحضروا قصص القرآن، في قصص الحيوان في القرآن الكريم. من خلال الدراسات اللي عرضناها نحن ضوينا على فنانين جديد كانوا ما مبينين. نحن ساعدنا شركة إنتاج مثل شركة صباح إخوان تستثمر بنوع برامج ما كانت مفكرة فيه. نحن بيّن معنا بدراسات أنه بلا هذه الوجهة ونجحت، يعني بالعكس نحن بنعتبر حالنا لا تخصوم مع النجوم هيك. بالعكس لأنه حتى النجوم كمان بيستفيدوا من التجدد. كتير نقصنا بالدول العربية. بقول لك إذا بدنا نواكب عالميا، اليوم عالميا ما في شركة إعلام أو إنتاج إلا عم تضلها تعمل دراسات. ما بينزل برنامج ما بينعمل له تيست قبل، ما بيجيبوا مذيع إلا ما يجربوه، مش تيست إنه إذا حبه المخرج أو لا، تيست إذا الناس حبته ولا لا. اتباع منهجية مختلفة عن السائد في الإحصاءات لتقويم الإنتاج التلفزيوني بالاعتماد على المادة ومحتواها لا على نسبة المشاهدة فقد قد يسهم في التخلص من القول المتداول ما يطلبه المشاهدون. يمنى فواز، قناة الجديد.